المصارع الغامض واللي اضطر أن يقف وجها لوجه ضد أخوه في حلبة المصارعة، الشرير المخيف والعملاق واللي بث الرعب في نفوس سكان مدينة غوثم، الصامت المجنون ماكس، الجائع المتعطش للدماء فينوم، المريض النفسي والمجرم برونسون، تميز بكاريزما استثنائية وماضي ملطخ بالذكريات السيئة والإدمان والكحوليات، وأكيد مستقبل حافل بالإنجازات. خلونا نتعرف اليوم على الرائع إدوارد توماس هاردي، أو كما عرفناه توم هاردي. يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، واليوم راح ناخذ بعض المقتطفات المهمة من حياة الممثل توم هاردي، فهيا نبدأ. ولد توم هاردي عام 1977 في بريطانيا، وبالتحديد في مدينة لندن. ينحدر توم هاردي من أصول إيرلندية وإنجليزية، أمه إليزابيث آن فنانة وممثلة، وأبوه برضه مؤلف وكاتب. في العام 1999 تزوج من بنت اسمها سارة وورد أو سارة ورد، شيء زي كذا، واستمر زواجهم 5 سنوات فقط. بعد 5 سنوات تم انفصالهم بسبب إدمان توم هاردي على الكحوليات، ويقولون برضو المخدرات، لكن اللي أنا متأكد منه مكتوب الكحوليات. ظلت تلاحق للأسف مشكلة الإدمان فترة طويلة، ولكن لاحقا دخل إلى مركز إعادة التأهيل وتعالج من هذه المشكلة. وفي العام 2014 تزوج توم هاردي للمرة الثانية من الممثلة الجميلة شارلوت رايلي، وما زال زواجهم مستمر إلى الآن. عنده 2، واحد منهم من الممثلة شارلوت رايلي، والطفل الثاني من حبيبة سابقة له. بعد كذا عندنا طفولة وفترة مراهقة توم هاردي. اعترف توم انه كان يسرق سيارات كثيرة اثناء فترة مراهقته، ولا سبق ان تم القبض عليه الا مرة واحدة فقط، وكان حظه سيء بما فيها الكفاية هذيك المرة الوحيدة اللي انمسك فيها، لدرجة انه تم القبض عليه بتهمة شيئين. كيف تهمة شيئين؟ حلوة ذي. تخيلوا انه سرق سيارة مرسيدس، ولما سرقها لقي داخلها سلاح، وللأسف هذيك المرة مسكوها الشرطة وتم توجيه تهمتين عليه، وهي السرقة وحيازة السلاح. وفي أحد اللقاءات مع توم هاردي سأله المذيع وقال له: هل باقي ودك تسرق سيارات؟ لأنه واضح أنك كنت تحب السرقة يعني وهذه الحاجات يا وحش. رد عليه توم هاردي وقال: أكيد ودي، ولكن داخل عالم الأفلام والمسلسلات لا أكثر. يعني خلاص اعتزل يا جماعة. المهم في موقف برضه يعني مرتبط بالحدث هذا كذا طريقة ما، المهم ركزوا معايا. في موقف رهيب صار له في السنوات القريبة حكاه بعض الناس اللي كانوا حاضرين الموقف، يقولون إنه توم هاردي شاف 2 مراهقين يسرقون دراجة نارية. تحمس الذيب وقال لازم أمسكهم، وبالفعل استمر في مطاردتهم، وأثناء ما كانوا يحاولون يهربوا صدمتهم سيارة. ما صار لهم شيء يعني، العيال قاموا على رجولهم وتركوا الدراجة واستمروا في الهروب، لأنه خلاص الموضوع باظ أو خرب، يفترض أنه يتركهم توم هاردي، لكن لا، توم هاردي قال not in my watch واستمر في مطاردتهم. ويقولون الناس اللي كانوا حاضرين الحادث يقولوا شفناه قفز من فوق أسوار وتسلق شباك وجدران، إلين مسك واحد منهم وسلموا للشرطة. ما في، ما سكت معه، حرام بالله ما يروحون إني لأمسكهم. بالفعل مسك واحد منهم وسلموا للشرطة. يعني عارف يعني مرتب، هو كان حرامي، ما يبغى الناس تصيروا حرامية مثله، فهمتوا؟ يعني كان درس لهم. المهم برضو في فترة مراهقته شارك في مسابقة لعرض الأزياء. يب، توم هاردي وعروض الأزياء، ما عاد تقبلها، بتشوف الفيديو كمان لو تحب. في العام 1998 كان في برنامج بريطاني اسمه The Big Breakfast، وكانت فكرته انه يتقدم اكثر من شخص او متسابق للفوز بجائزة افضل عارض ازياء، وقيمة المسابقة او قيمة الجائزة 3000 دولار. توم هاردي عجبته السالفة وقال يا سلام، 3000 دولار، ليش لا؟ وبالفعل شارك توم هاردي في البرنامج وفاز بالجائزة، وتقدرون تشوفون الفيديو موجود على اليوتيوب. ويقال يعني يقال، ما في تصريح رسمي، ولكن يقال يعني في ناس كذا مكتوب في الانترنت يقولون انه قال هدفه ما كان انه يشارك كموديلز وكذا، لا، كان هدفه بس انه ياخذ 3000 دولار فقط لا غير، له مهتم في عالم الموديلينج ولا غيره. اما بالنسبة لدخوله الى عالم التمثيل، سبب دخول توم هاردي الى عالم التمثيل مو لانه يحبه، اوكي هو يحبه بس مو هذا السبب اللي هو ذكره. السبب اللي ذكره توم هاردي قال: دخلت عالم التمثيل لأني بارع جدا أو فنان في الكذب. يقول توم هاردي أنه أحد الأشياء اللي خلته يبرع في التمثيل هو أنه يعرف يكذب، والتمثيل بالنسبة له ما هو إلا كذب وتقمص لأدوار غير حقيقية وقراءة نصوص لا تمت لشخصيته الحقيقية بأي صلة. وأول دور رسمي له كان في عام 2001 في المسلسل الشهير Band of Brothers، وكان دوره جدا بسيط، وظهر فقط في حلقتين من
من أصل 10 حلقات للمسلسل. وبالمناسبة يا جماعة، مسلسل Band of Brothers من المسلسلات القوية جدا، مصنف 9 من 10 على موقع IMDb، فقط 10 حلقات، بنصحكم تشوفوا إذا ما تابعته، مرة حلو لا يفوتكم. بعد كذا عندنا دراسة توم هاردي. درس توم هاردي في أكثر من مدرسة، وآخر مدرسة التحق فيها كانت معهد دراما سنتر لندن، وأحد الممثلين المشهورين اللي درس معاه في هذاك المعهد وكان برضو زميله في الدراسة هو الممثل مايكل فاسبندر. أما بالنسبة لمن هو قدوته في التمثيل أو ممثله المفضل، فهذا اللقب من نصيب الممثل الكبير غاري أولدمان. وصرح توم هاردي أنه يعتبر هذا الممثل قدوة له في عالم التمثيل ويستلهم من أعماله الكثير. أما بالنسبة لثروة الممثل توم هاردي، فعلى عكس الكثير من الممثلين الأقل إبداعا منه، فثروة توم هاردي تقدر بحوالي 30 مليون دولار فقط. البعض بيقول طيب ليش تقول فقط، ترى 30 مليون دولار مرة كثير. أوكي 30 مليون دولار مرة كثير، لكن في مجال التمثيل والسينما والتلفزيون بشكل عام 30 مليون دولار هذه يأخذها آدم ساندلر في واحد من أفلامه النايمة حقيقي. وللأمانة ما أعرف وش السبب أو ليش راتب توم هاردي منخفض، ولكن أتوقع غالبا الموضوع يرجع للتفاوض ومدير أعماله والحركات هذه. بس اللي لازم نعرفه برضو إنه راتبه أو أجره راح يرتفع مستقبلا لا محالة. قولوا لي ليش؟ كونه بيسوي جزء ثاني من فينوم وجزء ثاني من ماد ماكس، وعادة الممثلين يبدؤون بأجور بسيطة في أي فيلم جديد ينزل. في حال تم تجديد هذا الفيلم لجزء آخر فراتب أبطاله عادة يصير أضعف. فعلى سبيل المثال عندنا روبرت داوني جون أول ما مثل في فيلم آيرون مان الأول أخذ راتب فقط 500 ألف دولار. ركزوا معايا، 500 ألف دولار، أوكي هذا الجزء الأول من آيرون مان. أما راتبه في آيرون مان الثاني وصل إلى 10 مليون دولار. شايفين القفزة كيف؟ أصبروا لسه ما خلصت. في آيرون مان الثالث وصل راتبه إلى 50 مليون دولار، بالإضافة إلى نسبة من أرباح الفيلم. يب هذا نظام هوليوود، انجح في الجزء الأول وفل يا عمي في باقي الأجزاء. نفس الشيء ينطبق على ممثلين كثير، بدأوا براتب بسيطة ومن ثم انفجرت عقودهم وهكذا. بعد كذا عندنا توم هاردي والوشوم أو التاتوز الكثيرة على جسمه. يا جماعة الإنسان هذا عنده وشم باسم زوجته، وعنده وشم ثاني باسم مدير أعماله، وعنده وشم ثالث باسم زوجته السابقة اللي قلنا اسمها سارة وورد، مدري سارة ورد. لو بعد عنده وشم لبوذا وهو شايل سلاح AK، ماني عارف شو السالفة، بس يب موجود هذا التاتو أو الوشم على جسمه. وفي وشم أخير برضو مهم يعني لازم تعرفوا قصته، مكتوب على يده تقريبا في ذي المنطقة، ماني فاكر الصورة بالضبط، مكتوب ليوناردو نوز أول أو ليوناردو يفهم أو يعرف كل شيء. يب ليوناردو دي كابريو ما غيره. وبحكي لكم قصة هذا الوشم على السريع الحين. في العام 2014 دخل توم هاردي في رهان هو والممثل ليوناردو، وكان نص التحدي أو الرهان يقول لو ليوناردو دي كابريو ترشح للأوسكار عن فيلم The Revenant، توم هاردي بيسوي وشم على جسمه أو يده مكتوب فيه ليو نوز أول، والعكس لو ما ترشح ليوناردو راح يسوي نفس التاتو بس باسم توم. وبالفعل ترشح ليوناردو للأوسكار وفاز كمان بالأوسكار قدامي على محل الوشوم. يعني هم يسموه محل الوشوم، ما نعرف الحاجات هذه، وشوم ولا صالون الوشوم ولا ما أعرف. واخذوا هناك وبالفعل توم هاردي سوى الوشم وخلاص يعني فاز بالتحدي ليوناردو. بعد كذا عندنا جوائز توم هاردي. توم هاردي ترشح للأوسكار مرة واحدة فقط عن دوره المساعد في فيلم The Revenant وما فاز للأسف، ولكن أداؤه كان مرة رهيب. وفاز برضو بجائزة البافتا للنجم الصاعد عام 2011، وفاز برضو بجائزة اختيار النقاد كأفضل ممثل أكشن عن دوره في فيلم ماد ماكس. هذه كانت أهم الترشيحات، يعني في ترشيحات كثير وجوائز ثانية بس ما هي ذات أهمية. بعد كذا عندنا أدوار توم هاردي القادمة. إلى تاريخ هذا الفيديو يعني 2020 مع كورونا والزحمة، في فيلمين مهمة لهذا الممثل الرهيب قادمة لصالات السينما. الأول راح يكون جزء ثاني من فيلم فينوم راح ينزل في العام 2021، وبرضه جزء ثاني من فيلم ماد ماكس ما تم تحديد موعد إصداره للآن حتى أنه لم يبدأ تصويره، ولكن غالبا بيكون في العام 2022 23 يمكن 21 الله أعلم، يعني متى ما أنجزوا ومتى ما افتكينا من البلوى ذا كورونا. ويب هذه كانت أهم المعلومات اللي قدرت أجمعها عن هذا الممثل اللطيف توم هاردي، وأكيد ودكم تعرفون إيش أفضل الأعمال بالنسبة لي لهذا الممثل. حقيقة من أقرب الأفلام إلى قلبي هو فيلم ووريور، واللي حقيقة سلطن فيه توم هاردي بالرغم من قلة كلامه في الفيلم ومعظم المشاهد كان ساكت فيها، ولكن لغة جسده وملامح وجهه كانت كفيلة إنها تخليك تحترم أداؤه وتجسيده للشخصية.
آه يب اللي ما شاف الفيلم يروح يشوفه. واريور نزل عام 2011 لا يفوتكم مرة قوي. برضو كان في فيلم مرة غريب، ما هو غريب بس يعني شوية غريب، اسمه لوك. الفيلم كان كله على بعضه توم هاردي يسوق سيارة بي ام دبليو من أول الفيلم إلى آخر الفيلم هو يسوق السيارة ويتكلم بالجوال مع عدة أشخاص. يعني الفيلم تحسه كذا كان إعلان بي ام دبليو في نفس الوقت إيش تمثيل. برضو أداؤه في فيلم ليجند اللي قدم فيه دور شخصيتين توأم متشابهين في الشكل بس مختلفين في التصرفات. الفيلم ما كان مرة قوي ولكن برضو ما كان بهذاك السوء، تقييمه 7/10 تقريبا. بس فكرة إنه مثل دور شخصيتين مختلفتين في فيلم واحد، كل واحد شخصية وكل واحد مزاج، أشوفه إنجاز يسجل له وأداؤه كان جدا قوي. برضو تقدر تشوفوا الفيلم ما هو بطال. برضو دوره في فيلم The Revenant كان رائع ومخيف وترشح عنه للأوسكار مثل ما ذكرنا سابقا. وأكيد وأكيد ما راح أنسى تجسيده لشخصية بين في فيلم باتمان، اشتغل على وزنه وبناء عضلاته كله علشان يقدم الدور بأفضل شكل وهذا اللي حصل فعلا. واللي ما عرفوا إنه توم هاردي مثل الدور وشافوا الفيلم ما بيصدقوا إنه هذاك توم هاردي إلا بعد ما يشوفوا الصور، لأنه فعلا كان شكله مختلف تماما. والأهم من هذا كله أداؤه المجنون في فيلم برونسون، شخصية مجرمة ومضطربة عقليا، وهذاك الدور يا جماعة هو اللي سلط الضوء عليه وزاد من شعبيته وبرضه كان سبب تواصل كثير من المخرجين الكبار معه، بالتحديد مخرجين هوليوود. وبعد هذاك الفيلم أصلا يعني انطلقت شعبيته أكثر وصار يمثل في أمريكا وبريطانيا وفي أكثر من مكان. إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو، شاركونا في التعليقات إيش أفضل الأعمال اللي قدمها توم هاردي بالنسبة لكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين. كان معكم الوجيه، في أمان الله.